الأمسيات الرمضانية من المسلمات التي لا يستغني عنها المسلمون في جميع أرجاء المعمورة، وكل يقضيه على طريقته وما يناسبه. في كركوك انتشر هذا العام ظاهرة الأراجيل وتجمع الشباب في الأماكن العامة والتي لم تشهدها المدينة من قبل. احنا شباب يعني تدري ورا الفطور لازم نطلع حدائق فتشي بكركوك نلعب دومنا ونرقيل، هاي السوالف يعني مع الشباب. احنا دائما ورا الفطور يوميا ننجب شباب وننجي لهذا المنتزه، يكون هنا جو حلو نترفع وندخن النارقيلة لحد السحور تقريبا، والحمد لله يعني الجو أمان. والأمسيات الرمضانية لا تقتصر على الشباب فقط، فالعوائل كذلك تخرج إلى الأماكن العامة بعد ساعات الإفطار، إلا أن احتلال الشباب لأوسع المساحات مع أراجيلهم جعلتهم مصدر إزعاج في نظرهم. مجموعة من الشباب ونراقيلهم ونشوف مضايقات للعوائل، يعني هذه ظاهرة غير حضارية. الشباب إضافة إلى مسألة النرجيلة يعني المعاكسات، يعني هي عوائل تريد تطلع تتونس، عوائل يعني تدري تصير يعني حساسية بالموضوع أنه واحد يذب لك المواهب، والنرجيلة ترى ظاهرة مو حلوة، يعني المفروض تنمنع بالمناطق بالأماكن الترفيهية العوائل تنمنع. هذه الجزرة الوسطية من صارها على مدى سنين، يعني هي خاصة بالعوائل، يجون يقعدون بها عوائل. ما فد يوم شفنا احنا يعني من زمان نقعد بها، ما فد يوم شفنا قاعدة ونراقيل مثل هسه. فبين هذا وذاك لا يتنازل أحد عن موقفه، فالشباب يرون أن ما يقومون به جزء من حريتهم الشخصية، ولا يسلمون إلى أنهم أمسوا مصدر إزعاج للعوائل في هذا الأمر، والعائلة التي تخرج هاربة من انقطاع التيار الكهربائي تضطر للعودة بعد أن لا تجد محلا للجلوس فيه. من كركوك جودة العسافي، قناة الرشيد الفضائي.